بعض التساؤلات والإجابة عنها على موضوع استخدام الدابوكسيتين في الحقيقة. إيه هي بقى فوائده؟ هي فوائده إنه هو أصلا كان بيستخدم كمضاد الاكتئاب والذهان، وإحنا ذكرنا الجزئية دي قبل كده. هو بيستخدم في تأخير القذف لدى الأشخاص الذين يعانون من سرعة القذف اللي هو بريماتيور إيجاكيوليشن. إيه أضراره؟ قد يسبب بعض الأعراض الجانبية زي الغثيان والدوخة وجفاف الفم والصداع والإسهال والأرق. طيب بعض الناس ممكن بتتساءل، هل من الممكن الحاجات اللي هي بتستخدم في علاج البريماتيور ايجاكيوليشن اللي هو سرعه القذف برضه تساعد على الانتصاب؟ في الحقيقه لا، هو الدواء ده اللي هو الدابوكسيتين اللي بيستخدم في علاج البريماتيور ايجاكيوليشن لا يساعد في علاج مشاكل الانتصاب، وعادة بيبدا مفعوله في خلال ساعه من تناوله، واحنا قلنا انه مدة عمله بتستمر الى 3 ساعات بعد تناوله، لكن في بعض الاحيان ممكن ان يحتفظ الدواء بمفعوله ممكن لمدة توصل ل 12 ساعة. عشان كده احنا نصحنا قبل كده ان ما يستخدموش اكتر من مرة في اليوم، ويفضل ما يستخدمش كل يوم. هل هو بيسبب ادمان؟ الحقيقة انه بيتم استعمال الدواء بجرعات الموصى بها، ولا يتم اساءة استعماله، في هذه الحالة لا يسبب ادمان. هل هي بتساعد على تقويه الانتصاب؟ قلنا لا. هل ما هي افضل انواع الحبوب لهذا الموضوع؟ في الحقيقه العلاج البريماتيور ايجاكيوليشن بيتم استخدام الحبوب اللي بتحتوي على مضادات الاكتئاب المعروفه، مثل مثبطات اعاده امتصاص السيروتونين اللي احنا قلناها كذا مره، اللي هي الاس اس ار اي، من اشهر هذه الحبوب لتاخير القذف. في انواع موجوده في السوق كتير، وممكن ان هي الطبيب بيوصفها. طيب الحقيقه انه بتستخدم العديد من الحبوب المساعده في تحسين القدره الجنسيه الذكوريه، فهناك بعض العلاجات المرخصه اللي يمكن ان تساعد على تحسين الانتصاب والحفاظ عليه او المساعده في علاج سرعه القذف، وهناك ايضا حبوب جنسيه اخرى غير مرخصه والتي عاده ما تحتوي على مكونات طبيعيه عشبيه، وفيها بيبقى فيها الحقيقه حاجات ومكونات عشبيه غير مؤتمنه، ويوهمبين و مستخلصات الزنجبيل ومش عارف ايه. في الحقيقة انه دي مش مؤتمنة ومش موثوق فيها وغير مجربة، بنحذر من استخدامها. مع السلامة.